لغذائها بشكل أو بآخر في ظل ظروف أصبح فيها المناداة بالمطالب الفئوية واقتناس ما ليس للمقتنس من حقوق في وقت أريد به أن يتم التضليل. ولكن أود أن أبدأ حديثي بأن أقول بأن القضاء المصري ظل دائما فريضة محكمة وسنة متبعة، وظلت ولايته من أعلى الولايات قدرا وأجلها خطرا وأعزها مكانا وأعظمها شأنا وأشرفها ذكرا، فبها تصان الشرعية وتعصم الدماء من السفك وتحرم الأعراض فلا تهتك وتصان الأموال فلا تسلب. وبلذلك حمل القضاء الإداري والقضاء العادي أمانة تحقيق العدل منذ فجر التاريخ في رد المظالم عن المظلومين، وكان في الطليعة منه دفاعا عن المشروعية مجلس الدولة الذي كما قال زميلي قد أرسى الأسس وأقر الدعائم ووطد الأركان وحشد قواه وجند رجاله من أجل الدفاع والنضال عن هذا الشعب النبيل حماية لحقوقه وحرياته العامة. ولذلك فإنه من المؤكد أن هذا الشعب العظيم الذي كانت أحد مكتسباته أحكام مجلس الدولة والتي فجرت الثورة ثم سعت إلى حمايتها، هذا المجلس هو الآن في حضن هذا الشعب المصري، هو الحامي له. لا يوجد إنسان أو شخص يتمكن من أن يمس هذا الكيان تحت أي ظرف، فدون المساس به الموت، ولا أقولها مبالغة ولكن أقولها بأن للشعب أن للمجلس شعب يحميه، فسيظل حاميا للشعب كما سيظل هذا الشعب النبيل حاميا لمجلس الدولة وحقوق وحريات المواطنين. فلا مجال لهذه الدعوات التي لا أصفها إلا بأنها دعوات تتسم بالقصور، الداعية لإلغائه أو لتحكيمه أو لتفكيكه أو لتوزيع اختصاصاته على غيره أو بدمجه مع غيره. فالحقيقة أصل وعودا من الخيال الذي سيظل خيالا في نفوس المنادين به على استحياء أو على استقواء، وسيصور مجلس الدولة وحدته واستقلاله وقوته، ومن قبل ذلك كله ستظله عناية الحق والعدل ومشيئة الشعب المنحاز لحقوقه وحرياته وعزة هذا الوطن المجيد. ولسوف تصدق سوف يصدق قوله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. أما مجلس الدولة فسيظل حقيقة واقعة، بل كما وصفه أستاذنا السنهوري سيظل حقيقة رائعة. فلقد أنشئ هذا المجلس منتصف الأربعينات في سنة 1946 كهيئة قضائية تخضع نشاط الدولة لرقابة القضاء وتخضع قرارات أجهزة الإدارة العامة وإجراءاتها لرقابة المشروعية وتؤكد سيادة القانون. وبنشوء هذا المجلس انبسطت الرقابة القضائية على كل جوانب النشاط الاجتماعي والمعاملات المختلفة، وكملت الهيمنة القضائية على جوانب النشاط
الاجتماعي والمعاملات المختلفة.